أعلنت إدارة نادي الهلال إقالة المدرب الكرواتي زران ماميتش بعد وداع الموج الأزرق منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين الجمعة عقب خسارته الكبيرة أمام التعاون بخماسية نظيفة. الهلال استعار مدرب نادي الفيصلي البرازيلي شاموسكا حتى نهاية الموسم الجاري في صفقة تكفل بقيمتها المالية الأمير الوليد بن طلال عضو شرف النادي الأزرق هذا، وسينضم إلى طاقم التدريب كل من عبد اللطيف الحسيني وعبد العزيز الدوسري ومنصور القاسم.